لا شك أنه اليوم المحكمة الاتحادية هي الفيصل بكل القضايا العراقية، سواء كانت في الإقليم أو المركز، وكل شخص داخل العراق هو يخضع إلى القانون والدستور، وبالتالي عندما تتخذ قرار يجب أن يلتزم الجميع بهذه القرارات. سألتي السيد قاسم بمسألة نعم يعني رواتب الموظفين في الإقليم نعم و نعم مقاعد يعني الفترة حصرها نعم بهذه المسألة، مهم. لكن يعني حتى أوضح لك هذه المسألة، اليوم كل موظف عراقي سواء بالإقليم أو بالمركز يأخذ راتبه من المحكمة من الحكومة المركزية أو من العراقية، ميزان وبالتالي الاتحادية. نعم 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 ميزانية الاتحادية، وبالتالي يا عزيزتي لابد أن يكون اليوم أنا عندي موظفين، أنا شنو المانع أنه لو من هناك موظفين حقيقيين، شنو المانع اليوم العراق مثل ما نقول ما عدا الإقليم هم كلهم على كل الموظفين على الماستر كارد، وكل نعم. هذه التفاصيل تنطبق على كل الموظفين والبصمة وكل هذه التفاصيل، حتى يعني الدولة العراقية تحصي انه ايش قد عندنا موظفين بالعراق، وتسلم الرواتب مو بودرات، حتى لا يتهم البعض انه هناك اختلاس او ما شاكل ذلك. اليوم اكو مثل عندنا بالعامية يقول المفلس بالقافلة امين، وبالتالي لو يعني اي سواء كانت الاقليم او المركز إذا أكو إشكالية يا عزيزتي، أنا أريد أصل الفكرة اللي هي أنه اليوم موظفي الإقليم هم تابعين للدولة العراقية ما عدا عفينا عن الإقليم. اليوم عندي هاي الموظفين، شنو المانع أنه ما أصدر لهم ماستر كارد؟ هل هناك فضائيين داخل الإقليم ومثلا حكومة الإقليم تمتنع من يعني تزويد المركز بكافة التقارير أو القاعدة بيانات للموظفين؟ هذه أيضا مشكلة عزيزتي. هذا جانب. جانب آخر، طيب نعم، القضاء العراقي هو الفيصل، وعندما نحتكم إلى القانون خلاص انتهى الموضوع والقانون يأخذ مجراه. إذا أنت تقصد أنه اليوم هذه يعني القرارات، قرارات المحكمة هي ليست ذات صبغة سياسية، وبالتالي هي ربما قرارات قضائية بحتة سيد عمر. أكيد أكيد عزيزتي، يعني سياسيا ليش مثلا الأخوة في أربيل اليكتي والبارتي مشتركين بالحكومة العراقية ما موجودين داخل بغداد، مو عندهم ممثلين بالنواب مجلس النواب، ما عندهم وزراء، فعزيزتي ماكو هاي مسألة سياسيا وكذا جيد. وهذه التفاصيل. اليوم المحكمة الاتحادية أو القضاء العراقي يجب أن يكون مستقل، وفعلا هو مستقل، أنه اليوم إذا المحكمة الاتحادية أخذت قرار والله مو بصالحي أنا أقول عليها مسيسة، ماكو هيك منطق يا عزيزتي. جيد.